السلام عليكم، أنا روينا القرني، فزت بالجائزة الأولى في مسابقة جسر اللغة الصينية على مستوى المملكة، والحمد لله، اللهم لك الحمد، هذا كله فضل جامعتنا العزيزة اللي ساهمت في تطوير اللغة عندنا، ومعلمينا الفاضلين كمان ساعدونا كثير في عشان نوصل للمراكز الأولى كلها، يعني الحمد لله. طبعاً اللغة الصينية هي لغة المستقبل، ويوم بعد يوم كمان راح يكثر متعلمين اللغة الصينية، راح ندرجها في المدارس، فندعو من الطلاب والطالبات المهتمين باللغة الصينية يبدون يتعلمون اللغة الصينية. الله يعافيك.